وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، تقبل الله عز وجل صيام الجميع وصلاة الجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل قراءة الجميع وذكر الجميع. اللهم إنا نسألك أن تقبلنا في هذه العشر الأوائل من رمضان، ونسألك الله عز وجل، نسألك يا الله يا ذا الجلال يا ذا الإكرام، أن ترحمنا في هذه العشر الموالية وفيما تبقى من رمضان. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في لقاء سابق كنا الحديث كان حول صورة من صور القرآن الكريم، قصار الصور أو ما يسمى بصور المفصل، وهي قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه الصورة أيها الإخوة الكرام قلنا إنها صورة مكية، أي من الصور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة المنورة. وإذا نظرنا إلى موضوعها نعرف بالضبط لماذا نزلت قبل الهجرة ولم تنزل بعد ذلك. إن المسلمين في أول الأمر كانوا قوما لا زالوا كانوا حديث عهد بالأصنام وشرب الخمر والقوي يأكل الضعيف وما إلى ذلك من الأمور التي كانت تمثل الجاهلية. ولكن الله عز وجل لما أنزل القرآن الكريم أنزل في البداية صورا قصيرة كهذه الصورة، صورة الماعون، وكان الغرض منها هو أن ينتقل الناس من عالم الجاهلية إلى عالم الإسلام. كان الغرض منها أن ينتقل الناس من عالم سوء الأخلاق إلى عالم الأخلاق. ولذلك العلماء الآن يقولون كلما رأيت الناس ساءت أخلاقهم فاعلم أنهم يرجعون إلى الجاهلية، كلما رأيت القوي يأكل الضعيف حتى إلى الآن فاعلم أن الأمة ترجع إلى ما كانت عليه قبل نزول القرآن الكريم. إذا رأيت الانحرافات والظلم وأكل أموال الناس بالباطل أصبح ظاهرة فاعلم أن الأمة أصبحت تبتعد شيئا فشيئا عن الله وعن كتاب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم لما نزل أراد أن يبعد الناس عن الجاهلية ويقربهم من الله. معنى يقربهم من الله؟ يقربهم من الأخلاق، يقربهم من العقيدة الصحيحة، يقربهم من العبادة الصحيحة. لأن الناس قبل ما ينزل القرآن الكريم كانوا يعبدون، بل كانوا يعبدون الله، حتى أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، بمعنى كانوا يعلمون أن الذي خلقه هو الله. ولكن لماذا تعبدون الأصنام؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن نعبدهم بمثابة الواسطة، نحن لا نستطيع أن نعبد الله مباشرة، فماذا نفعل؟ اتخذنا أصناما نطلبها وهي تطلب الله. هذه كانت عقيدتهم الفاسدة. فإذا القرآن الكريم لما نزل أراد أن يصلح العقيدة وأن يصلح الأخلاق. وهذه السورة التي قلنا هي سبع آيات فقط، سبع آيات، هذه السورة هي سبع آيات، وهي سورة قصيرة من سور المفصل التي يقرأها الناس كثيرا في صلواتهم ويسمعونها. ونحن الآن نحاول أن نعرف ما هو المقصود بالضبط في هذه الآية. الله تعالى بدأها بالاستفهام، السؤال. قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني يا محمد هل عرفت، هل رأيت ذلك الرجل الذي يكذب بالدين؟ الدين هنا المقصود به هو يوم القيامة، هو البعث، هو الحساب. بمعنى أن الذي يكذب بالدين يكذب بالحساب، يكذب بالبعث، يكذب بيوم القيامة ويشكك في أحكام الدين، هذا رجل ستسوء أخلاقه. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. معناه أن الإنسان إذا كان لا يؤمن بالله ولا يؤمن بيوم القيامة ولا يؤمن بالبعث، وكانت ثقته في الله ضعيفة وعلاقته بالله عز وجل ليست على ما يرام، فاعلم أنه سيدع اليتيم، وأنه لن يحض على طعام المسكين، وأنه سيكون من الذين عن صلاتهم ساهون، ويكون من الذين يراءون ويمنعون الماعون. يعني هذه الأمور الخمسة هي نتيجة للمسألة الأولى لفساد العقيدة.
وهذا الأمر أيها الأفاضل من نعمة الله على المسلمين الآن، أن الله عز وجل جعل لنا مناسبات، مثلا رمضان الناس تمر بهم أيام يبتعدون عن الله، فإذا جاء رمضان رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى فتحسنت أخلاقهم وتحسنت عقيدتهم. الناس يكونون في حالة من اللهو ومن البعد عن الله فتأتي الجمعة فيرجعون إلى الله، الناس يكونون في بعد عن الله فتأتي الصلوات الخمس فتردهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا الحج وهكذا الزكاة وهكذا أعمال الخير كلها. فإذن الغرض هو أن المسلم كلما اقترب من الله، كلما كانت عقيدته صحيحة، كلما كانت الأخلاق حسنة. الذي يكذب بالدين والذي يشكك في أحكام القرآن ويشكك في الشريعة وفي سنة رسول الله سيدع اليتيم. معنى يدع اليتيم؟ سيقهر اليتيم وسيظلمه وسيأكل حقه ويأكل ماله. والآن كلما رأيت إنساناً، رجلاً أو امرأةً يظلم يتيماً أو يأكل حقه أو يقهره أو ينهره، فاعلم أن هذا الإنسان عنده أو لديه مشكلة في علاقته بالله، لأن الله تعالى قال: الذين يكذبون بالدين هم الذين يدعون اليتيم. فكلما رأيت إنساناً يقهر، لأن اليتيم إنسان منكسر، إنسان يشعر بأنه لا ظهر له، ليس هناك من يحميه، لا أب ولا أم، هذا إنسان لا ظهر له. هذا الإنسان إذا وجد من يحنو عليه وإذا وجد من يأخذ بيده فيكون هذا الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. يعني إن الإنسان إذا اعتنى باليتيم وأخذ بيده وأكرمه واعتنى به بصحته وغذائه وشربه وكلام الطيب معه وما إلى ذلك، يكون هذا الإنسان في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. نفهم من ذلك أن الإنسان كلما قهر يتيماً أو ظلمه أو أكل ماله أو أكل حقه، هذا الإنسان لن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان واحد في الجنة. وهذا حرمان، حرمان شديد. الله تعالى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً. لماذا قال الله تعالى هذه الآية؟ قالها الله عز وجل في وقت كان الرجل إذا مات وترك أولاداً صغار كان أعمامهم وأخوالهم وعشيرتهم كانوا يأكلون أموالهم ولا يعطونهم أي شيء. السبب يقولون: أنتم مات أبوكم ولا حظ لكم. فكانت المرأة لا تأخذ حقها، وكان الأطفال الصغار لا يأخذون حقهم. فلما جاء الإسلام أعطى لكل ذي حق حقه. ولذلك أنت تقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحقوق ينبغي أن تعطى لأهلها، اعطي لكل ذي حق حقه. النفس لها حق، والابن له حق، والزوجة لها حق، والله له حق، والدين له حق، والقرآن له حق. المسلم لا يمكن أن يضيع هذه الحقوق أبداً ما دام مرتبطاً بالله سبحانه وتعالى. فإذن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً، الذين يهينون اليتامى، هؤلاء قوم في حاجة إلى أن يصلحوا علاقتهم بالله وأن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: اسم الأذن بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يكرم، وشر بيوت المسلمين بيت فيه
فيه يتيم يهان أو يؤخذ حقه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الأمر أيها الأحباب الكرام أن المسلم الذي يؤمن بالله ويؤمن بالبعث ويؤمن بيوم القيامة ويؤمن باليوم الحساب ينبغي أن يكون خلقه، ينبغي أن يكون خلقه مع اليتامى على أحسن ما يرام. المشركون كان، وهذه الآية أو هذه الصورة سبب نزولها هؤلاء المشركون، كان المشركون يذبح الرجل منهم جزورا في الأسبوع، يذبح ناقة أو جملا ويطعم الناس ويأتي اليتيم. وكان أبو سفيان قبل أن يسلم وكان غيره إذا جاء اليتيم كان يقهره ويمنعه من أن يعطى له شيء من هذا الجزور. فإذا كان المسلم يفعل مثل هؤلاء فأين الدين وأين الإسلام وأين الإيمان بالله؟ أيها الإخوة الكرام، ومن علامات الإيمان بالله ومن علامات الإيمان بيوم البعث والقيامة أن يكون المسلم من الذين يحضون على طعام المسكين. هؤلاء المشركون لأنهم لا يؤمنون بيوم القيامة ولا يرجون لقاء الله عز وجل، فهؤلاء كانوا لا يحضون على طعام المسكين. ومعنى لا يحضون على طعام المسكين أنهم أولاً كانوا لا يتصدقون أبداً، والأكثر من ذلك كانوا يمنعون الناس، كانوا يمنعون الناس من الصدقة. حتى إن المشركين سبحان الله ماذا كانوا يقولون؟ المشركون يبحثون عن الأعذار، يقال لهم لماذا لا تطعمون المساكين والفقراء واليتامى؟ والقرآن سجل ذلك، قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. انظر إلى التبرير الفارغ، يقولون الله تعالى جعل هذا الناس فقراء وجعلهم مساكين، فإذا الله هو اللي يبغاهم هكذا، فإذا نحن لا نعطيهم، لو شاء الله أن يعطيهم لأعطاهم. هذا كلام بعيد 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 عن دين الله تعالى. قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. أيها الأفاضل، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم لهؤلاء المشركين وقدم للناس جميعا مثالا صادقا واضحا على أن العناية بالمساكين وبالفقراء علامة من علامات الإيمان بالله وباليوم الآخر. الرجل أو المرأة إذا رأيته معتنيا بالفقراء من عائلته أو من جيرانه أو الذين يعرفهم، إذا رأيته معتنيا ماديا ومعنويا بالفقراء والمساكين في حيه فاعلم أن هذا رجل مؤمن. هرقل عظيم الروم، هرقل هذا كان نصرانيا، ولما جاء الإسلام وبزغ نجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل هرقل يبحث أو يسأل العرب. العرب كانوا موجودين في بلده التي اليوم تسمى القسطنطينية في بيزنطة. هؤلاء بحث يسأل عن التجار العرب الموجودين في بلده، فجاءه أبو سفيان، فلما جاءه سأله هذا العظيم الذي هو حاكم الروم فقال له أنت أعلم بالعرب؟ قال نعم أنا أعلمهم. قال هذا الرجل الذي يقول إنه نبي؟ قال أعرفه، إنه من قبيلتنا ومن عشيرتنا ونعرفه. قال له هرقل الذين يتبعونه أهم أشراف الناس أو لهم فقراؤهم وضعفاؤهم؟ أبو سفيان ظن أنه إذا قال له غي تبعوه الأشراف كذا غريبا بأن هذا محمد راه غادي يتبعوه غير الناس النخبة والكبراء وما إلى ذلك. ماذا قال أبو سفيان؟ قال الذين يتبعونه هم ضعفاء الناس وهم الفقراء والمساكين. ماذا كان رد هرقل؟ قال له هرقل وهكذا أتباع الرسل. هكذا أتباع الرسل، يعني جميع الرسل موسى وعيسى وغيرهم الذين تبعوهم أولا هم الفقراء وهم المساكين. فكانت هذه نقطة لصالح رسول الله وليست ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يظن أبو سفيان. أبو سفيان كان يظن أنه لما يقول للحاكم إن الذين يتبعونه هم الفقراء، أبو سفيان ذاك هرقل غيقول له ودي معنا ما نديروا به، هذا
يتبعوه الفقراء والمساكين ونحن قوم أغنياء وأصحاب سلطة، هؤلاء لا حاجة. فقال له هرقل وهو الأعلم بدين النصارى، قال له: وهكذا الرسل يتبعهم ضعفاء الناس وفقراؤهم ومساكينهم. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، أيها الأحباب، المشركون كانوا يشترطون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا يقولون له: يا محمد، إذا كنت تريد أن نجلس إليك نسمع منك لنا شرط. ما هو هذا الشرط؟ قالوا له: نجلس إليك ولكن لن يكون حاضراً في مجلسك أمثال ابن مسعود وأمثال مصعب وأمثال خباب بن الأرت، وهؤلاء الضعفاء من الصحابة لا يجلسون معك، عمار بن ياسر وبلال بن رباح، هؤلاء لا يجلسون معك. لماذا؟ نحن أغنياء ونحن سادة ونحن أشراف، وهؤلاء فقراء، فلن نقبل أن نجلس وإياهم في مجلس واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مشروعه دنيوي، ما عندوش مشروع ديال الدنيا. سمحوا لنا الإخوان الفقراء المساكين، رحنا عندنا الغرض بهاد الأغنياء والفقراء، بدلوا ساعة أخرى، خليونا. أبدا، هذا ماشي مشروع. من تدخل في الأمر؟ الله عز وجل هو الذي تدخل في الأمر. قال الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ما كانش مشروع دنيوي، كان مشروع أخروي. هؤلاء الفقراء الصابرون المحتسبون الذاكرون لله أولى بأن تجلس إليهم ويجلسون إليك من هؤلاء الأشراف والسادة الذين يشترطون عليك هذه الشروط. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضا على طعام المساكين، كان مع المساكين يعيش معهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: لا بد أن يعرفه المسلمون ويعتنون به عناية خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: أبغوني في ضعفائكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يعني إذا أردتم أن ينصركم الله وإذا أردتم أن يرزقكم الله فاعتنوا بالضعفاء، فاعتنوا بالفقراء، فاعتنوا بالمعاقين، فاعتنوا بذوي الاحتياجات. إذا اعتنيتم بهؤلاء فإنكم تستحقون نصر الله وتستحقون أن يرزقكم الله عز وجل. أبغوني في الضعفاء، إذا أردتم محبتي أبغوني بغاء أحبة، إذا أردتم محبتي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فاطلبوا المحبة حينما تحسنون إلى الفقراء وإلى المساكين وإلى الضعفاء. يروى من الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا الحديث ليس دعوة إلى الفقر، لأن الإسلام لا يدعو الناس إلى الفقر. هذا حديث له معاني متعددة، من معانيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالمساكين غير المتكبرين، الناس المتواضعين. اللهم اجعلني معهم، اللهم أمتني معهم، واللهم احشرني في زمرتهم. من المعاني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض الناس على العناية بالفقراء والمساكين، بالفقراء والمساكين. هذا دين أيها الأحباب الكرام، والعناية بالفقراء أخذها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، تربوا على مائدة القرآن وتربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يعتنون بالفقراء. وتعلمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم الأغنياء جدا، كان من بينهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هذا رجل ظلمه بعض الكذابين في التاريخ، ولكن الله عز وجل يشهد في القرآن الكريم أن عثمان هو من أصحاب رسول الله الذين قال الله تعالى عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا رجل لما جاءوا إلى المدينة المنورة، انظروا إلى المسلمين، يا أغنياء المسلمين، يا أصحاب الأموال في المسلمين، عثمان بن عفان كان تاجرا، جاء إلى المدينة المنورة في الهجرة،
فوجد أن اليهود كان يهودي كان له بئر، هذه البئر معروفة في السيرة بأنها بئر روما، بئر روما هكذا بالتاء المربوطة. هذا اليهودي ماذا كان يفعل؟ كان يبيع الماء، كان يبيع الماء للناس، فكان يبيع للمسلمين، كان ضروري أن يشتروا الماء، الصحراء والماء غير موجود. فجاء عثمان وفكر في طريقة يستطيع بها أن يوفر الماء للمسلمين، للفقراء، للمحتاجين. ذهب إلى اليهودي قال له: تبيعني هذه البئر، أشتري منك البئر واطلب الثمن الذي تريد. اليهودي قال: لا أبيعك، ما نبيعش أنا، هذا بالنسبة إلي تجارة واستغلال وأبيع ومهم أعماله هكذا. عثمان بن عفان فكر في طريقة لما رفض اليهودي، قال له: تبيعني نصفها، آخذ منك النصف. معنى النصف؟ أنا آخذ البئر أستغلها يوما وتستغلها أنت اليوم الموالي، النهار الموالي أنت تستغلها. اليهودي وش من غبائه ولا من حكمة الله أن سلط الله عز وجل عليه سوء الفهم. فرح اليهودي قال: أنا آخذ نصفا، نصف الأيام أبيع للمسلمين الماء وأبيع لعثمان النصف وانتهى الأمر، يعني قد استمر التجارة. اشترى عثمان نصف البئر، فأصبح عثمان رضي الله عنه يقدم الماء لفقراء المسلمين في اليوم الذي هو من نصيبه، يقدم الماء بالمجان، فكان المسلمون يستقون من الماء، يأخذون كفايتهم ليومين، يأخذون الماء اللي غيحتاجوه النهار والذي سيحتاجونه في اليوم الذي يكون البئر من نصيب اليهودي. فصار اليهودي في اليوم الذي يكون البئر من نصيبه لا يأتيه مسلم واحد يأخذ منه الماء، فصارت تجارته بائرة. فماذا أصبح يفعل؟ أصبح يبحث عن عثمان رضي الله عنه من أجل أن يبيعه النصف الثاني من الماء، وبالفعل كان باعه البئر كله. وجاء عثمان رضي الله عنه فجعل هذه البئر وقفا على فقراء المسلمين وعلى مساكينهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين يرجون الفوز مع الله، آمنوا بالدين، آمنوا بيوم القيامة، وكانت النتيجة أن أموالهم أصبحت في سبيل الله. إذا أعطاك الله المال فهو الذي أعطاك، وإذا أعطاك هو الذي طلب منك أن تنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. حتى أن الله عز وجل كان مرة من المرات أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على رجل من المدينة المنورة، مصطح بن أبي مصطح، هذا رجل فقير كان ينفق عليه. ولما وقعت حادثة الإفك، حادثة الإفك هي الحادثة التي ذكر الله خبرها في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الناس أصبحوا يروجون في المدينة المنورة الإشاعات والأباطيل والافتراءات عن أم المؤمنين عائشة الطاهرة رضي الله عنها، وكان من هؤلاء هذا الفقير مصطح بن أبي مصطح. والمصيبة أن الذي كان ينفق عليه هو أبو عائشة، وأبو عائشة هو أبو بكر الصديق. لما سمع أبو بكر بأن هذا الرجل حتى هو يروج الإشاعات عن ابنته، ماذا قال؟ قال: أقسم بالله العظيم أنه من الآن لن أنفق عليه ديناراً واحداً، ما كلفش بالله ولا احتاج حاجة. قسم، علاش تروج للإشاعات عن البنت ديالي وأنا أعطيك بعد ذلك؟ من يتدخل أيها الأحباب الكرام في هذا الأمر؟ الله، مش النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل هو الذي أنزل في القرآن الكريم. فقال الله تعالى لأبي بكر وللمسلمين: ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، حتى قال الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون؟ يعني يا أبا بكر، أنت حينما تنفق على هذا الفقير أنت لا تتاجر معه، أنت تتاجر مع الله.
ألا تحب أن يغفر الله لك؟ فماذا قال أبو بكر؟ قال بلى بلى يا رب أحب أن يغفر الله لي. فذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني حلفت ألا أنفق عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنك حلفت ولكن عليك أن تعود إلى الأمر من جديد تنفق عليه وتصوم 3 أيام كفارة ليمينك. هذا هو الدين أيها الأحباب الكرام، وهذه عظمة الإسلام، حينما يجعلك كلما اقتربت من الله كلما كانت أخلاقك مع الناس حسنة وأخلاقك مع الله سبحانه وتعالى حسنة. فلذلك ختاما لهذا الأمر أقول إن الإنسان كلما اقترب من الله كلما حسنت أخلاقه، فإذا رأيت سيء الأخلاق ما تزيدش تسول، إذا رأيت سيء الأخلاق فاعلم أن علاقته بالله على أسوأ ما يرام، وإذا رأيت إنسانا رجلا أو امرأة طيب الكلام طيب المعاملة حسن الأخلاق منفقا مكرما لليتامى للضعفاء فاعلم أن السبب هو أن علاقته بالله على أحسن ما يرام. وفرصتنا في هذا الشهر الكريم في رمضان أن نرجع إلى الله وأن نتوب إليه، إذا أردنا بالفعل أن تعود علاقتنا مع اليتيم ومع المسكين كما أرادها الله عز وجل في هذه الصورة وفي غيرها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تتقبل صيامنا. اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إن أحبابنا وإخواننا في فلسطين يقصفون من طرف الصهاينة الملاعين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم في رمضان هذا في أيامنا الطيبة المباركة هذه. اللهم قوي شوكة المجاهدين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.